أعلن وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية الرئة، البروستاتا، القولون وعنق الرحم، وذلك بالمجان تحت شعار 100 مليون صحة. وأوضحت وزارة الصحة أن المرحلة الأولى للعمل بالمبادرة تشمل 9 محافظات هي الأسكندرية، البحيرة، مطروح، دمياط، إضافة إلى القليوبية، الفيوم، أسيوط، جنوب سيناء وبورسعيد، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق العمل بالمبادرة في جميع محافظات الجمهورية تباعا. وكشفت الوزارة أن مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية تستهدف المواطنين من سن 18 عاما فأكثر بهدف الكشف عن المرض في مراحل مبكرة، وبالتالي تقليل الوفيات الناتجة عنه.